وبركاته. كدايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده. المهم الغزالات ديالي، قبل ما نبدا معاكم الفيديو، مرحبا بالغزالات اللي دخلوا معايا جداد، مرحبا معايا الجزائريات اللي دخلوا معايا، بزاف الجزائريات كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى القناه ديالي تعجبكم، اللي معكم اخت اللي قناتها متواضعه وبسيطه، كنشارك معكم يومياتي البسيطه. شكرا شكرا لكم ومرحبا بكم، مرحبا بكم. وكذلك الاخوات اللي مدعميني دائما، شكرا شكرا لكم، والله لا يخطيكم عليا، والله يخلي لكم صحيحتكم، والله الله يرزقكم كل ما كتمناو يا ربي. اي اخت اللي باقي ما رزقهاش ربي الذريه، كنقول لها يا ربي يرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله. واش اي اخت الله يحقق لها كل امنيه. معايا بزاف البنات اللي مساكن باقي ما رزقهمش الله، كنقول لكم الله يفرحكم. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. مهم هنا كيف ما كتشوفوا اختكم راه بديت كنحيد في الروينه، المهم بديت كنحيد بشوي بشويه. هنيوم دست هنا كنقاد كيف ما كتشوفوا، كنقاد في البيت وبغيت نقاد حتى الحوايج. الساعه البنات باش نقول لكم ما عجبنيش المالي. المهم انا غنوريه لكم من بعد، ضروري البنات تفرجوا في الفيديو، بغيت ضروري الراي ديالكم، محتاجه الراي ديالكم الغزالات ديالي. المهم اليوم غنشارك معكم حتى غنمشي نتقدى، حيت ما عنديش حال من حاجه في الدار، ما عنديش الخضره، ما عندي حتى حاجه. غنمشي لايوروسبيد لاص التخفيضات بحق كنشاركها معكم، علاش لا. وهانتوما معايا. احمل في قلبي حلما ما اجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. والقلب يصفق حبا لمن أبدعه وأحياه ويقول أين حبيبي. غزالات رجعت معاكم. المهم جيت نسولكم البنات، دابا هاد البيت كيف ما شفتوا، المهم بالناموسيه ديالو الكوافوزات وبالماريو ديالو، وانا عندي ماريو كنتو شفتو هذاك اللي كنت صايبت، هذاك صايبته بيدي، درت فيه الطبقات، درت فيه فين ندير الحوايج، متيسه. هذا ما متيساش، ما غيهز ليا والو، ما يهز ليا لا كواش لا حوايجي لا فوطات لا حتى حاجه، كنت دايره فيه كلشي كلشي، الشكه والبكه كلشي كلشي دايره فيه، لانه كبير. دابا كيقول لي واحد الراس، واحد الراس، حيت هذا شوفوا كدير فيه طبقات، وفيه طبقه وفيه هنا لتحت صافي، فيه بلا فين تعلق الحوايج. ثاني اللي فيه طبقه، ثاني فيه طبقه وفيه بلاصه ديال فين تعلق الحوايج، ما كاينش نهائيا اتساع. كيقول لي واحد الراس، جيب الماريو ديالك وغنديروا اللون ديال الناموسيه، غنجيو غندير ليه الكاغط. هادشي اللي كنفكر، قولوا لي نتوما شنو بان ليكم، ندير ليه الكاغط نفس هاد الكولور، حيت هاد الكولور ساهل، فيه البيض داخل، فيه البيض وهاد اللون يعني ساهل، كاين الكاغط ديالو موجود عند الشينوا. كيقول لي واحد الراس، حيدي هذا تقطع يلقى البنات، هذا راس تقطع يلقى يعني ما عجبنيش، ما غيهش ليا نهائيا. المهم غنشوف. المهم البنات بقات ليا غير الخاميه غنركبها، راني حاطاها ليه حتى جات السلوم. خويتكم بدي طالع شويه، بدا يدير لي بيا السلوم هك هك صافي، وانا نزقه قلت نعود طايحه شي طايحه. اللهم خليتها يجي يجي زكريا ويصوب عليا، بغيت نبدا نلصق فيهم، ولكن اللهم نعود طايحه شي طايحه ونعود نادمه طول حياتي. هادشي اللي كاين الغزالات. المهم غنمشي ان شاء الله نتقدى، بغي يجي زكريا دابا، بغي نمشي نتقدى، وان شاء الله منين نتقدى نشارك معاكم لكاين شي تخفيضات، وهانتوما معايا في هاد النهار. المهم الغزالات رجعت معاكم. كيف ما كتشوفوا اش نقول لكم، مشيت تقديت وبناتي طالعه الدرج مريشو ليا ديك التقضيه ريشوها. المهم غزالات غندوز نشارك معكم التخفيضات اللي كاينه في ايرو سبين بالنسبه للبنات اللي بغات تحبها تمشي تتقدى. المهم تقديت خضره، تقديت والله على راحه البنات، ملي تكوني في ساكنه غير في الدروميير هنا كان خلا راجلي ما تبقاش تخبى في التقضيه اللي شتي. المهم نشارك معكم Thank you.
بالنسبه للايروسبين فاللي كنمشيت الحليب دايرين هذا الحليب الناس كتاخذوا جوج دايرين ليه اونعوره جوج دو لتري اونعوره دايرين ايروسبين. الزيت اللي كيسولوني عليه البنات الزيت اللي كتبغي بحال ديريه لوجهك والماكله البنات بحال بحال ديال المغرب كتوريتو ليكم وكيجيو الاسئله زهره الزيت اللي زيت الزيتون اللي كتستعمليه. وهاد الايامات ما بقيتش كنت ما بقيت معافي مع الروينه ما كنجاوبش البنات كل واحده جاوبيها بوحدها راه بزاف عليا بزاف الميساجات كنقول تنوريهم في الفيديو راه هو هذا الزيت هذا تقدروا تستعملوه حتى الوجه ديالكم لو بغيتوا ديروا قماش هو هذا الزيت راه فن البنات راه هو واخا غالي شويه بحال جاب داير 1100 مغربيه داير 6 اورو المهم كتاخذ 700 ملليلتر 750 ملليلتر اللي فيه 750 ملليلتر كتاخذيها ب 4 اورو تشكواندا بعض المرات كيديروا فيه تخفيض كيديروا فيه 4 اورو هادشي اللي كان هو هذا تقدروا تستعملوه حتى الوجه ديالكم البنات. المهم خديت كوكا الراجلي بحال هكا كيديها للخدمه خديت هنا دايرين تخفيض في الخضره خي السوق دايرين في البنان دايرين البنات حتى في البيكوك المشمش مجفف تبارك الله دايرين تخفيض دايرين في البروكولي دايرين في الزيتون الخضر المهم انا كنحاول كناخذ الحاجه اللي فيها تخفيض دايرين البنات الخس هو فيه تخفيض والزيت هذا فن هذا راه دايرين فيه تخفيض راه ما يبقاش جري والبنات حتى التخفيضات راه الله كاينه الزيت هذا دي صويا اوليو دي سامي دي صويا هذا البنات راه دايرين فيه تخفيض دايرين تخفيض دايرين ليه اونير خديت منه انا خديت منه مع شي اربع قراعين اللي خديت وهذا حتى هو راه دايرين فيه تخفيض هاد دائما انا كناخذ الصراحه من ايوسبي كيديروا فيه تخفيض وزوين هاد الكارطه هانتوما كيف قلت لكم خديت منه شفتوا خديت منه بالزيت واخا عندي كناخذ باش بقى ديما دايره عندي التقضيه. المهم هنا خديت بناتي الحيط السلي دل هاد العصير حتى هو راه زوين دايرين فيه تخفيض بحال الفيداتكم من المدرسه راه دايرين فيه تخفيض البنات 70 يورو شفتوا ديال المشمش وكاين ديال الخوخ انا خديت هنايا ديال الخوخ وتذكروا افيلو البنات اللي كيسولوني عليه تذكروا افيلو صراحه انا عندي ولكن خديته قلت ما عنديش سكاطولا كابه فقلعه وخديته قلت باش نوريه البنات ماشي مشكل وخايب المهم راه ما غيضربش في الندم هنا كيف ما كتشوفوا هو هذا البنات هذا كناخذ حيت كنصاوب به ميرفي ميرفي اللي كنشارك معكم ديال الدار هي هذه ورقه ميرفي لي ديجا برونطا ديجا مصايبه هذه ميرفي ديال العكزات هذه الصراحه تقدري تشفني فيها ديري فيها غير لاكريم وبلا ما ديري فيها كاع لا ما ديري فيها تزوكر وتاكليها هكذاك ديري فيها غير لاكريم فقط راني ديجا مشاركه معاكم ديجا مشاركها معاكم في دغات كنسخف هاد الايام تقاداو ليا والله مابقاش قادره نهضر تقاداو ليا واخيرا جابوا هذا شحال هذه فكانوا جابوهم هذا البنات اون يورو صراحه في المحلات الاخرين داير 2 يورو قد هاد الشيء اللي هنايا 100 غرام دايرين ليه 2 يورو في ليدر كيجيبوه اون يورو راه جابوه سير وجري والبنات راه جابوا حتى الخميره جابوا حتى تذكروا هذاك فانيليا حتى هو جابوه وهذا البنات اللوز بيتسيتيني المهم رقيق شفتوا البنات هو جابوه سيرو كيديروا بيه والله الا كيديروا بيه جبت منه انايا هاد السكر بالي والقريعه راه دايرين فيها تخفيض ليدن هاد القريعه غزاله الكسكسو حلوه البنات حلوه هادي الصراحه دائما كتجيبها انا من ليدن كيعود يجيبوها في هاد الوقت وخديت هنايا هاد العصير حتى هو دايرين فيه تخفيض في اختكم اغلبيه التقضيه خديتها في تخفيض هاد العصير حتى هو دايرين فيه تخفيض وهذا مولتي هكا صافي دايرين فيه تخفيض هذا بحق الوليدات البنات حاجه صحيه دايرين ليها اون يورو كتكون فيها سته البنات بقا تبدلو فيهم بقا ديرو ليهم في المدرسه ولا زوينين وهذا دايرين ليه اون يورو البنات شفتو
نتو وراو دايرين ليست الناس شي حاجه صحيه كاينين على الانواع وعلى المهم راه كاينين بزاف شو الناس المهم راه فيه فيتامين فيه المهم شي حاجه زوينه هذه الوليدات داير ليها القناعه وخديت هنايا وخديت من البنات البصله دايرين هي دايرين ليها تخفيض كلشي تخفيض من خديتها من ايرو سبيد تخفيض وخديت هذا تا هو دايرين فيه تخفيض البنات داري لي 1 يورو الكيلو شيفرول يعني بالزينات هي البنات تعرفي غير لي من اصلا جديد والبصله البصله والفلفله داري فيها حتى هي تخفيض صافي زهراء مابقاش عندها مابقاش كتزقي صافي وحاجه اخرى اخرى البنات بغيت نوريها لكم راه دايرين فيها تخفيض في ايرو سبيد هاد الباستا هادي هاد الباستا هادي ها هي راه شاركت معكم كيفاش ديروها صراحه فن هادي تقدر ديريها حتى غير مع البروكولي طيبي البروكولي ديريها معاه وكتبغي الفرماش ضروري تبغي الفرماش هذا حتى هو المهم هادي خديتها في تخفيض ديري ليها شي 60 سنتيم هادي البنات هي داني فيها تخفيض هاد الحوت هذا ديال كوتس كيف ما كتشوفوا حتى هي ديري فيها تخفيض كنشارك معكم داكشي اللي كان باش تمشيو تقداو وهذا البنات هما دايرين فيهم تخفيض خديت جوجات خديت جوجات هادو زوينين حقا تقليهم ولا دخليهم الفران حتى هي حوت زوينه بطاطا فريت دايرين فيها هي تخفيض 1 يورو هاكم درتيت لنا جوجات شفتوا حاجه زوينه الغزاله ديالي داس كنقاد في التقضيه كل حاجه رد على بلاصتها صراحه عندي هذاك بعدا داك الريبوستيل بعدا كتجمعي فيه كل شيء البنات قدرت فيه التقضيه درت فيه الفران درت فيه صراحه جمع ليا درت فيه البصله البطاطا جمع ليا كاع الروينه اللي كانت كدور في جنابي ما كنحملهاش جمع ليا بعدا هذاك البيت هادشي اللي كاين الغزاله ديالي غنحبس معكم هنا الفيديو غنقول لكم السلام عليكم ان شاء الله في ريوسكم وما تنساوش دائما انني احبكم في الله قبل لكم اخواتي